دكتور ماجد طمان، هنتكلم النهاردة على الكوليشيسين. دي من الأدوية اللي أنا بحبها، زي الميتفورمين، أدوية قديمة عشت سنين وأثبتت كفائتها، مش سحر بس لها دور هام في الطب وخلت الطب معنا، ونقدر نفتح عيادات ويبقى عندنا أجزخانات. دي الأدوية اللي بنت جزء كبير أو من الطب. الكوليشيسين دواء أنتي إنفلاماتوري خاص بنفسه كده، اكتشفوه من عهود كان انشنت، من النباتات اللي هي القديمة اللي جربوها في الجوت اللي هو مرض النقرس. ايام زمان كان طبعا زي زرع بياكلوه، مع مرور الزمن طبعا بقى حبوب. والمعروف فيها انها معروف عنها كل قصتها كلها، كوليشيسين ده has been around لسنين طويله قوي، ان هم عارفين ان هو اللي قدامه ولا وراه يفيدنا في ايه والضرر بتاعه ايه. يعني مش دوم الادويه اللي هي في ادويه تلاقي الضرر بتاعها نادر قوي، لا هو مش كده، هو الضرر بتاعه متوسط، مش من الادويه الحميده قوي، لكن الكفه ترجح في استخدامه في حاجات كتير، وخصوصا ان معظم اللي بناخده منه اللي هو الجرعة بتبقى 0.5 ميلي جرام، بتبقى قرص أو قرصين في اليوم بيبقى كافيين جدا. بس لازم نعرفه ان ليه نارو رينج اوف توكسيستي، يعني بتبعده جدا عن الأطفال، لأن 10 حبات ممكن يقتلوا حد لو واحد خدهم مرة واحدة، من 10 لغاية 20 حباية ولا حاجة بيعمل توكسيستي في كل الجسم، يكسر الجسم كله، الكلى والكبد والنخاع و لكن معظم الوقت الناس اللي بياخدوه بطريقه مزمنه قرص او اتنين على المدى الطويل وسنين طويله غالبا ما بيحصلش حاجه، او يحصل ان النخاع ايه يبقى كسلان شويه بس قادرين يعيشوا، يعني ما يوصلهمش، نادر قوي لما توصل النخاع ما يشتغلش خالص، او ان احنا نضطر نوقف الدواء خالص. هو بس الواحد اللي هيمشي عليه شهور وسنين يبقى دايما نشوف الوظائف النخاعية، اختبار بسيط اللي هو CBC او صورة الدم بيقولك كل الخلايا لو فيها اي مشكلة. بالنسبة للاستخدامات في امراض كتيرة بتبقى اسابيع وايام، فما بنحتاجش ايه حتى نعمل تحاليل او نفكر في مشاكل منه. معلش انا بقول كده على طول بدون ما اوريكم القرايه، لان هتاخد وقت على ما اروح من حته لحته، فنقول كده المعلومات الهامه السريعه. بالنسبه لاستخداماته في الحمل، مش معروف اذا كان مضر ولا لا، بس في البريست فيدنج او في الرضاعه غالبا مفيش مشاكل. طبعا هو زي انتي انفلاماتوري بطرق عديدة بيقلل الالتهابات، وخاصة اللي بتعملها الخلايا البيضاء عندنا. احنا عارفين الخلايا البيضاء عندنا مفيدة، ربنا خلقها لنا عشان تفيدنا خصوصا في الميكروبات، لكن في حاجات امراض تانية ما بتبقاش مفيدة او زي النقرس والكلام من ده. فالخلايا البيضاء بيجي الكوليشيسين يقلل حركتها وهجومها وتكاثرها، بترك كذا طريقة يقدر، والميديوتوز اللي بتطلع بكذا طريقة بيقدر يحد من الالتهاب. فالغرض الرئيسي من استخدامه في الالتهابات طبعا الجوت أشهرهم، والبهست ديسيز أو مرض بهجت اللي هو اكتشفه طبيب تركي، هو عبارة عن ألسرز موجودة في الماوس وفي الجينيتال إيريا، و بيروح كمان في المفاصل ويوجع بيعمل الام ويعمل التهاب في الاوعيه الدمويه. ليه يعني ايه صوره ده من الادويه اللي فادت قوي الكوليشيسين، وفادت برضك في مرض الفاميليا الميديترينيان فيفر اللي هي حمى البحر المتوسط، مشهوره في مصر والناس اللي حوالين البحر المتوسط، تجد ان في المنطقه دي بيجي لهم الام في البطن بتيجي على فترات، وساعات بيبقى فيها التهاب برضك في الغشاء البلوري زي ما بيبقى فيه التهاب في البطن الوجع نتيجة البريتوني، وساعات يجي لهم التهابات في المفاصل. مرض
الكولشيسين لعب دور هام قوي ان هو يقلل النبات بتاعته، ويقلل برضك ان هو يعمل حاجه اسمها امايلويد او امايلودوزس، وترسب هو الامايلويد الماده دي في الكلى يعمل فشل كلوي، والامايلويد بترسب في حتت في الجسم ويعمل مشاكل. فالكولشيسين طبعا هو بيفيد النبات انها تيجي، ويقلل برضك يحصل الامايلويد. في البريكاردايتس التهاب الغشاء البريكارديوم طلع مفيد في كذا حاجه، في دراسه اهي لمت فوائد الكولشيسين في في البريكارديال ديسيز اللي هو الغشاء اللي حوالين البريكارديوم اللي حوالين القلب اللي هو بنسميه البريكارديوم. الغشاء ده ساعات يحصل فيه التهابات حاده او متكرره، وساعات مع تكرر الالتهابات دي الغشاء ده اللي حوالين القلب يتكلس ويعمل حاجه اسمها كونستريكتيف بريكارديتس، كانه ايه خانق القلب، وخصوصا الايه رايت هارت، فما يدخلوش ايه يشتغل كويس. من الامراض اللي ايه اللي ايه بيساعد فيها الكولشيسين، يساعد في الالتهاب الحاد، الالتهاب المزمن، الالتهاب المتراجع، الالتهاب اللي بيحصل في البريكارديوم برضك بعد العمليات، يعني اي التهاب بيفيد فيه. طبعا غير الالتهاب، لو في حاجه ما فيهاش التهاب ما يفيدش قوي، يعني لو جالد عندك بريكارديال افيوجن بس السائل ده اللي حوالين القلب ما فيهوش التهاب مش هيفيدك. غالبا بيدور على التهاب او تدور على يكون في التهاب ويفيدك، زي الحاجات اللي قلناها. الكونستريكتيف بريكارديتس وهي دي المرض ده نهايه الالتهاب المتكرر، يعني بالمنطق ان هو يفيد وخصوصا لو بدري. للاسف ما فيش دراسات قوي، بس ما يضرش ان انت تدي واحده او اتنين في اليوم، لان زي ما قلنا ملوش مشاكل جامده لغايه لما تطلع دراسه كويسه، للاسف ما فيش. لكن هو بيحبزه ان يستخدم خصوصا في التهاب زي السي ار بي لما يكون عالي مثلا، ادي حاله الكونستركتيف بريكارديتس، او يكون في البريكارديوم ثيك في الام ار اي بيورينا في صوره في الام ار اي، يعني المرنين المغناطيسي القلب يقول لك في التهاب ولا لا. ففي الصوره دي لو في التهاب او سي ار بي عاليين او سي رياكتيف بروتين، العيان عنده الام شبه البريكاردايتس اللي هي يقول لك الم جامد لما اخد نفس. وطبعا ممكن الايكو بيبين لك البريكاردايتس. المهم الحالات اللي فيها التهابات في الغشاء ده بتفيد. الكونستركتيف اللي هو بقى ترسب الكالسيوم، واللي هو الناس المفروض هيعملوا عمليات يعني في الحالات دي بيشيل لهم الغشاء اللي حوالين القلب. طبعا ده لو العيان حالته تسمح ان هو ما يعملش عمليه ويستمر من غير عمليه، ده ممكن تجرب له كولشيسين. لكن في نسبه عاليه من الناس دي هي بتحتاج العمليه، وتاخير العمليه بيبقى ضار، فطبعا دي بنرجعها للكارديولوجيست هو اللي بياخد القرار مع جراح الصدر اذا كان العيان ده لازم يعمل له عمليه دلوقتي. طيب دلوقتي ادي الكولشيسين، في ايه تاني في الدرماتولوجي يموتوا فيه دكاتره الامراض الجلديه، لان في التهابات كتيره اللي تدخل فيها الخلايا البيضاء هتلاقيها كتيره قوي في بتوع متخصصين الدرماتولوجي، هتلاقي عندهم الكرونيك ارتكاريا، فاسكولايتس، التهابات الاوعية الدمويه، الارتكاريا اللي هي حساسيه الجلد، بايوديرميا نوع من الالتهابات بشكل معين، سويت سندروم، نيتروفيليك انفلتيف، بالمو بلانتر بوستيلوزيس، سورياسيس، درماتيتس هيربيتيفورماس، بولس ديسيز، بنفيجويد، يعني امراض كتيره قوي من الامراض السيستماتيك بتاعه الادينايتس بيورتيفا، الامراض كتيره من امراض التهاب الجلد المزمنه بيساعد فيه الكولشيسين. يعني دواء الصراحه عشان كده ايه من الادويه اللي انا بحترمها القديمه اللي بتستخدمها في حاجات كتير، لها اعراض جانبيه بس عارفينها، معظم الاعراض بسيطه اللي بتيجي فعلا العينين، لو شات وجع في البطن او اسهال معظم العينين ما تبقاش مشكله قوي.
الاستخدام المزمن، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في الاستخدام المزمن ممكن يعمل لنا البون مارو او النخاع يحصل له سبريشن. اللي بنخاف منه قوي ما بيحصلش، لان لازم طبعا تدري، يعني ما تفتكرش طفل هيفتح ايه 10 حبات كولشيسين وياخدهم، بس على قد ما تقدر اي واحد يحط الكولشيسين بعيد عن ايد الاطفال وهو نفسه ما ياخدش جرعات كبيره. هو ده معروف خلاص، اللي هو الدواء بتاع حبايه حبايتين في اليوم، ثلاثه لما تتمعظم خلاص. والانترافينس فورم كان بيدوه زمان لكن طلع ليه خطوره، خطير. هو الدواء يعني يقلل التهاب قوي من الانسجه، بس بطريقه اخرى يكسر الانسجه بتاعت الجسم كلها في توكسيك دوزس، مش الدوزس العاديه، في توكسيك دوزس بس قلنا برضك مش كتير خلاص. احنا يبقى احنا بنتكلم واحد حبايه اتنين تلاته في اليوم بالكتير، معظم العينين ده اللي بيحتاجه ومعظمه بيجيب نتيجه كويسه، وكتير قوي بيبقى حبايه واحده في اليوم ايه تكسب او كافيه. لا ده هو كولشيسين بقى ايه زي الميتفورمين، كل شويه اقوله حاجه جديده فايده، دواء برضك ليه فايده. كان طبعا ابتدى كدواء جوت، كلنا ايه عشنا معاه كانه دواء جوت. لا ده طلع كمان في الجوت، طلع ان الجوت ده مش يجيلك بقى الايد المفصل واحد، الجوت ده ممكن يجيلك في مفاصل كتيره في الجسم، والدكاتره والعينين فاكرينها مثلا الالتهابات اللي هي بتاعت السن دي اللي هي تاكل الغضاريف او الروماتويد او بتاعه، تطلع جوت خلاص، والتهاب متكرر وفي حتت كتيره في الجسم. عندي عيانه كانت هتعمل عمليه تشيل مفصل تغيره، فاكرين عندها كل مشكله المفصل بتاعتها والالام والحاجات اللي بتعملها ان هو تاكل الغضاريف. الغضاريف هي تاكل، لكن طلع اعراضها كتير. كان معظم اعراضها من النقرس، ولما عالجنا النقرس كويس الام المفاصل راحت وما احتاجتش العمليه. ده يوديك قد ايه المرض. فكولشيسين بندي للناس الجوت بكل صوره. شوف الجوت ممكن يعمل ايه وايه، دي اسمها توفاي البيضه دي، الترسبات بتاعتها برضك الجوت طبعا، ومعاه طبعا الدواء القديم المحترم اللي زيه اللي هو زيلوريك اللي هو الالوبيورينول اللي هو بيقلل بقى حمض الجوت في الجسم. احنا قلنا كولشيسين بيمنع الالتهاب، يجي على حتت فيها الالتهاب هنا وفيها الخلايا البيضاء ويوقف الخلايا البيضاء ولا ما تهجميش. التاني بقى يساعده التاني اللي هو الزيلوريك، ان هو مع مرور الوقت يخلي ايه ما تكونش بقى اليوريك اسيد، لان زيانسين اوكسيديز انهبيتور، فيقلل لك الالتهاب. وتخيل الدوايين دول عشان لهم تاثير على الالتهاب طلعوا مفيدين كمان لمرضى الايه، مش هتتصور، مرضى القلب اللي هو مرض منتشر جدا اللي هو التهاب شرايين القلب اللي بتعمل تصلب في الشرايين وضيق في الشرايين. زمان ما كانوش يعرفوا القصه دي، ان الشرايين دي ضيقها كان بيعتقدوا بس كوليسترول، لا كوليسترول عامل، بس الالتهاب المزمن في الشرايين طلع مهم جدا، ومن الادويه اللي بتفيده الكولشيسين وال دواء الكولشيسين والزيلوريك الاثنين بيفيدوا. يفيد اكتر كمان الكولشيسين لان عملوا له دراسه بقى لسه طالعه حديثه، ان هو وطلعت في نيو انجلش جورنال اوف ميديسن. الدراسه دي بتقول ان الكولشيسين طلع ان هو بيقلل نوبات القلب خلاص، اللي ادوه الناس عندهم بريكارديال ديزيز، سوري مش بريكارديال ديزيز، مايوكارديال انفاركشن، والناس دي مشوها على كولشيسين واحده في اليوم. لقوا الناس اللي بياخدوا الكولشيسين دي حبايه واحده بس في اليوم، لقوا ان هم بتقل عندهم الايه المشاكل بتاعه الايه الذبحه والستروك وجلطات القلب، يعني جلطات القلب وجلطات الايه المخ. وطلع كمان بالنسبه للقلب يمنحهم ان الناس دي بتحتاج قسطره ودعامات وحاجات من دي.